السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سارة. جبت لكم شوية أدوات منزلية كده بجد تحفة، وهم اختراعات أدوات ذكية. بصوا فكرة المطبخ دي بجد أفكار ممكن تنفذوها في مطابخكم أو في بيوتكم. يا رب الفيديو يعجبكم، متنسوش بقى تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش، وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو.